السلام عليكم، حياكم الله جميعا في الحلقة الرابعة من تختيم لعبة توتال وور وارهامر 3، ونلعب بالشيخ تامورو كان. وان شاء الله نقول ان شاء الله اننا ننهي السلسلة في هذه الحلقة. خلاص ما ودنا نطولها لان خلاص ما بقى شيء، بس ننهي كريمجور. بعدها نحتاج الليفل 2 شيفتن، عندنا واحد جاهز حق الكيس دورف، نروح نلعب المعركة بس الهستيريكال، ويبغى لنا واحد من هذولا نوصله ماكس ونشوف مين اقرب واحد. لكن حاليا خلونا نخلص على كريمجور ونشوف كيف الامور. عندنا ايبيديموس هنا، خلاص قدر حاشر الشيخ. بخسر اثنين طز التودز بسلامتهم. لوت اند اكوباي، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب تقريبا باقي الجرمجور ثلاث مدن بكل سهولة. عندنا تمركان جيشه متعافي بس ما يقدر يمشي، فايش رايكم ننتقل للمعركة الليجندر؟ بس قبل المعركة خلنا نشوف المعركة ضد مين. انا شفت باتل ضد جرين سكن، عاد ضد جرين سكن. خلاص تليبورت، واضح انها مو ايزي الا بعد الايزي. يلا بسم الله. طيب خلينا نشوف في سيناريو ولا ما في سيناريو. ترولز سوري بليز اوكي بس كذا. انا بذبح اتوقع نفس اللي قبل، نذبح الشامان ثم نقدر نذبح هذا الايدلز. اتوقع ان السالفه زي كذا، لانه جالس يقول اوه سحرت الجرين سكن استدعوا الايدلز. هذا هو الايدلز ارد اروك ايدول. عاد والله جالس العب حاليا خلف الكواليس الحالي، جالس العب بسكارسينك يا اخي. عظيم عظيم ذا القزم جوبلن. طيب الجوانب وش فيها؟ اوه رما. دازنت ماتر دازنت ماتر يا حبيبي. وين هذولا؟ اثنين مع ذا قائدكم كذا حلو. تمركان في الوجه، انتم اعطيهم رقم 4، انت 5، انت 6، انتم هنا بودي جارد، انتم هنا مع هذا 5 البنادق. الوحوش تعالوا كذا، خلنا نتأكد هذا الابيليتي حقته برا في الكامبين موجودة. هنا هل هي موجودة؟ يب هذا هو الهيل، يقعد يهيل. حلو حلو. طيب اتوقع انه بيقول لي اذبح الشامان، واذا ذبحت الشامان تقدر تذبح الايدلز ما راح يدمج، نفس المعركة اللي قبل. خلنا نشغل نقول بسم الله نجرب. طيب وش المهمة؟ ديستروي ذا ايدل روك تمركان ما سرفايف. بس ديستروي بس كذا ايزي. طيب من عندي انتي لارج، هذول انتي لارج مع قائدهم، قدم ما هو انت مع تمركان. طيب نبغى نقتحمهم اقتحام عنيف، ابغى اوريكم تكتيك عظيم. نسرع يلا. ديفيت شامان تو ويكن ذا ايدول. يا ابوي ما طقيت خبر للايدول. ما علينا ما علينا، عدوا نشيل الايدول على طريقنا ليش لا. جيشنا قدموا كلكم، قدموا بس قربوا من الجبهة. حلو حلو. الشامان نشيله بسرعة، يقول لك ضعف الايدلز. طيب قوي هنا، ضعف للشامان ما قدر. طيب هذه وش هو؟ رينج اكسبلوسيف. هنا في تكدس حلو، هب لنا واحدة هنا. طيب جيشي ما ابغى يدخل مرة، ابغى على الحافة. البنادق يب يب، البنادق وينهم؟ لازم البنادق يكونون بضعية ممتازة. طيب الشامان بسرعة عليه زبن، شيل الشامان بسرعة، شيل ابوه. هذا الهيرو جالس يقاتل ببسالة. طيب البنادق قربوا بسرعة، قدموا هنا الهيرو. كستورف تعال هنا على جنب معهم. اوف 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 وش اللي ضربنا؟ وش الليزر ذا؟ والله ما ادري. طيب انطلق وراه وراه وراه، ما يمشي ما يمشي ما يمشي وراه. طيب البنادق شيل ترول بسرعه. انت انت بسرعه 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 بسرعه. شت. طيب تدخلوا انتم تدخلوا. وش اللي جالس يضربنا ذا؟ اوه صح ذا يرمي، نسيت. شيل شيل
هذا شكله مره قوي. اوف اوف يا قوته يا ساتر. وبن سترينث 900، انا مستري حقي 700 يا حليلي. وعايش الجو انا اني انا المعضال. طيب انتم تعافوا. وين الساحر حقنا؟ خلنا نسوي سبل كذا جميله هنا. قرب. طيب البنادق كيف وضعهم؟ زحفوا. ارجعوا ارجعوا البنادق ورا، ارجعوا ورا لان الترولز بدأوا يحركون علينا. والله مره ما راح اقدر عليه الايدل ذا، مره قوي. بس تمر كان لحاله يقدر يشيل الليله بالراحه، يقدر يشيل الليله لحاله. بس خلنا نشيل الشامان. انا ودي اغتال الشامان الثاني، وينه؟ هنا. طيب نشيل هذه وانطلق عليه، لا تفكه. انطلق عليه انطلق عليه. عندي هنا وش هم ذول؟ الاوجر. خلينا ندخل الاوجر في المعمعه. دخل جيوشنا في المعمعه، ليش لا؟ بيشتف نيرجل، تفاهم مع ذول. هنا عندي نيرجل، تفاهم مع ذول. يلا بسرعه شيل هذا بكل سهوله، نقدر نشيله بكل سهوله. حلو شلنا الشامان ذا. هيا انسحب شوي، وابغاك تدفل على هذا الزفت. ولا لا ادفل على ذا، شوف نقدر ندمجه ولا لا. عندي هذه تهيلني فماني بخايف مره على تمر كان. ادفل، خلينا نشوف يجي دمج. حلو حلو جالس يتدمج. الاسم جالس تضربني. الهيرو بسرعه، شيل الهيرو الثاني بسرعه. حلو حلو. هيا يلا بنادق بنادق قربوا مع الشيخ. كل سهولة يمديكم تشيلونه بكل سهولة. خلهم يجتمعون على تمركان، تمركان بيتنك الين نشيل الشمال الثاني. وين اكبر تكدس لهم؟ نبغى نشوف اكبر تكدس لهم ونضرب عليهم الضربة دي بسرعة. انطلق هنا انطلق هنا انطلق. تشارج ممتاز. هيا شيل لي يا الله لا يهينك، شيل لي يا بسرعة. في شامان ثاني شيء؟ جت تعزيزات حاجة؟ لا. اوجر قرب منه، انقذوا الخيالة، انقذوا الخيالة هنا. حلو حلو. البنادق جت. في عملاق وينه؟ في عملاق، هذا هو. خلاص بيموت. تمر كان جالس يقاتل ببسالة لحاله. شمان هذا الثاني بيموت. شيله شيله سريع سريع، شيل 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 بكل سهوله، شيل. كسرنا الجبايق، اقتحموا ذول بسرعه، شيله فور ايفر. طيب هنا بنشوف شكل الضربه كيف. ذكر قد شفناها المقطع اللي قبل صح؟ اي زي كذا بس تفلات. تف 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 تف. كفو والله اباده. هذه دمج ريفلكت. طيب يا ادمي بسرعه شيله، جو الترولز بيطفشون. الترولز يطفشون، تعرفون اللي يحمونه يغطون عليه. خلني اسحب القائد. تمر كان دمجوا فيه اللي ما تبغون. عنده هيل وعنده ابيلتي ثانيه رهيبه. انسحب. هيا تمر كان روح روح ادخل عليه، راح ادخل عليه. تنحاش من يا حبيبي. جاء عملاق ثاني. حلو خلاص شلنا الشمال، الحين صار ضعيف المفروض. المفروض انه صار ضعيف. هيا ادفل عليه بالله. مع المعركة صار جيشي اصلا مرة قوي. انتم اربعة. توتال اتاك. يلا قسم وضعكم. هيا خلاص خليك من الشمال. دامج ريزيستنس الدنيا كلها. وين الهيرو؟ يقاتل هنا. الساحر قرب قربوا قربوا كلكم قربوا من المعركة، قربوا. حتى ابو البنادق، البنادق ابغاها تساعدني على الايدل، لان واضح انه قوي. هذا مرة عالي ارمر مرة قوي. هو لو زي كذا طبيعي ارمر 100 150، ليدر شيب 100، ملي اتاك ملي ديفنس. يا ساتر والله قوي مرة قوي. نبغى نخلي اللعبة ار بي جي. طيب هنا ضعفه، ضعف الساحر. وش عنده شيء يضعف؟ لا ما عنده شيء يضعف الصدق. عنده دمج، كلها دمج. عنده هذه ممكن تفيد.
ممكن تفيد. مالي الا شو اسمه البنادق، بينقذوني البنادق، فالبنادق مع قائدهم شلوا لي العملاق ذا. الهيرو وينه؟ اللاهي انطلق لي على الشمال لان رجع. تمر كان هنا استنزال مع ذا الوحش. حلو، عطى شارج، ممتاز ممتاز. طيب May the chaos take the world. طيب وعطني هنا شمبلولولول بالمنجل. حلو انها بابيلتي ما هو بسحر. طيب هذه هيوج اكسبلوجن، خلاص تقريبا جيوشهم تصفت. البنادق لا، شيلوا لي العملاق اول شيء، شيلوا لي العملاق. هاي الجيوشي كلها. تمر كان جالس يقاتل ببساله. حلو البنادق بدات تضرب، بس كانوا جالسين يضربون تمر كان ورا العملاق. تمر كان ورا العملاق، دقيقه تعال زحفوا هنا. قرب انت، عارف انت انت انفنتري. وين الخياله هذولا؟ انطلقوا هنا يلا. كل ما يسوي سبل يقدر يعطي دي باف. ايوه على ذا. وش البسف حقه؟ كل ساحر يكون في عنده بسف. المشكلة اني ماني عارف، ناسي وش البسف حق الشادو. طيب الى الان وضعنا سمباتيكي. زحفوا مع الجنب هنا عشان لا تضربون، لا تضربون تمركان. خلاص مسحنا جيشهم تقريبا، باقي ذا الغبي بس نشيله. سرع المعركة. خلاص هاو جس تلقط البنادق، بنادق حق تكس دورف تشيل لك اي شيء في الحياة. انا نهيل بس. خلاص تمركان ما سرفايف، سرفايف فزنا. حلو حلو فكرة المعركة حلوة، لكن انا مرة كنت قوي. ولا ودخلت المعركة ترى عيال بدون اي اهتمام، بدون اي شيء مرة، ترى بدون اي تكتيك، بدون اي حاجة، بس كذا هجوم. لان قائدي مرة قوي، مرة مرة قوي. طيب حلوين حلوين كذا ضبطنا الكيس دورف، كملناه واحد، كملنا الدائرة حقته. اخر شيء يفتح لنا الوحدات. يب عندنا مرترات وعندنا شغل يحب قلبك. طيب لازم نطلع الان قائد جديد. نبغى نطلع اثنين، نطلعهم الاثنين، نطلع هذا ريكروت ونطلع الشامان برضو. نشوف عاد من هو اللي بيزبطنا اول واحد. كلكم انضموا مع تمركان. تمركان عندك مجال؟ ما عنده مجال. طيب ابغى اصرف العربات لان ابدا ماني مهتم فيها. هذا مره خاق عليه الهيروز، انا احس رهيب بيكون بيست من ايه يعني يعني. طيب خلينا نشوف القاده هذول شو وضعهم. اوه هذا عنده اوكي، والله من زمان ما شفت السحر ذا عيال. لورد ذا وايلد حق البيست من. انتريشتينج انتريشتينج. طيب والله مره زمان ما شفته، زمان ما شفته عيال. طيب وش في عنده ابيليتي حلوه؟ سترونج فيرسس كاركتر، هذا قوي ضد الشخصيات. اوه اكسبلوجن حلو. هذا وش هو؟ بري سكريم. اوه والله كلها اسطوريه، ضربات السحر كلها رهيبه. هذا يضعف ودمج على شخصيه، يغتال شخصيات، هذا مره حلو. طيب وناخذ لنا هذا اللارج اكسبلوجن، خلينا نشوف كيف شكله. لور اوف ذا وايلد يبغالي العب بالبيستمن برضو. بسم الله الحين تدلعوا مره، تدلعوا. او خلنا هنا سافج دومينن سامون سيجور. اوه استدعي سيجور. طيب وهنا يقوي بس. حلو 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 حلو. طيب كذا بننهي الدوره. يبغالنا حاليا قائد او واحد من الهيروز نلفلهم. خلينا نشوفهم كيف يتلفلون ونشوف اسرع واحد نقدر نلفل عشان خلاص ننهي الموضوع ونرتب الامور بشكل جودي جودي. توني اكتشف الايس كورت، ترى انا بدري مره بالتخزينه. وزي ما تشوفون على اليسار فوق ترى جالس العب بالنسخه الاوليه برضو. يا احلى يرقم كورت بيبيس. ما في، انقلع انقلع.
تشوفون ديفلوبمنت ان بروجرس، فبرضه بطلع خلاص النسخه الكامله باللعبه، ونصير تقريبا غطينا التمر كامل. طيب خلنا نشوف القاده، عندنا هذا نسوي ريز السيتلمنت ونهزم الامبراطوريه او البشر بشكل عام، هذا ريسيرش تكنولوجي وديفيت ان الف، هذا صعب جدا. الولف ديفيت ليزر من اوجر بيست من كيس دورف وريدينج، اوكي ريدينج سهل فلازم اخليه ثابت بس في منطقه ويقعد ينهب 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 ينهب، يعني لازم انتظر كم؟ 39 دوره، تو ماتش 39 دوره. طيب بريشس اني اشتري الوحدات هذه وديفيتك فامباير كوست فامباير الاندد بشكل عام صعبه. طيب مالي الا هذا اسهل واحد، اني حارب الامبراطوريه واحاول اسوي ريز 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 زي كذا، عرفتوا هذه افضل طريقه. كم فروم ريزنج حلوه، لان هذه حقت المعارك صعبه اني على حسب التجنيد، يعني يبغالي اجند كم 30 وحده، 30 ضربها على الاقل في كم 30 في كم يا رجال، احتاج مره دومينانس كثير، لازم العب معارك مره 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 كثير، فا تو ماتش. فممكن نطلع جيش جديد هنا مثلا، نجهز لنا جيش جديد، نبغى جيش بشري. كاي السوسرر لورد لا نبغى قائد، السوسرر من اول موجود لكن القائد الجديد ذا ما قد جربته، قائد نيرجل مقاتل، فنطلع لنا قائد جديد كل من نوعه. كيف شكله؟ اوه يا عمي. طيب سكلاته كيف؟ حلوة قتالية اوكي قوي حلو. التشوزن هذه برضو ما عنده هيلر مثلا او شيء، هذه ريبلانش بس 50 كي روت اور داي ريفلكت الدمج، اوكي حلو يرد الدمج عليهم. اوه يركب، وش الروت بيس ذا؟ الروت بيس تبي اللي نفسه مع الهيرو الجديد حقنا. حلو قائد مقاتل يتحول بعدين تيمون برنسو. طيب نظبطه بايش؟ نظبطه نبغى نظبطه بوحدات مورتل مثلا، نعطيه هذا حلو، نبغى ننقل هيروز له، نصرف هيروز من تمركان مثلا، نروح نرسل هذا هنا حلو، روح نضم هناك، والهيرو الجديد برضو روح نضم هناك، مين بعد؟ بس كيس دورف برضو نرسل كيس دورف هناك برضو، يلا نرسل كيس دورف خلاص. هذا الباقيين خلوكم مع تمركان ونشوف تمركان عاد كيف وضعه. نقدر نجند تشوزن من هنا حلو، وش في بعد وحدات؟ بس هذه. طيب الوحدات اللي هنا باقي اقدر اخذها بعدين، ناخذ لنا مورتر ليش لا، مورترات تضبطنا. وتمر كان انطلق على المدينه ذي، اتوقع لحالك تشيل الليله بالراحه بالراحه. هذا تمر كان، هذا تمر كان ما يحتاج الجيوش الكامله ذي اللي قبل شوي كانت معاه والهيروز. حلو حلو عطني فلوس. طيب وش نعطيه القائد هذا او الهيرو هذا بشري؟ نعطيه مثلا ناخذ اسبرينج تشامبيون بيكون شيء مره كويس، طبعا كل ما جند هنا راح يزيد. نبغى نعطيه اثنين مورتل مورتر حلو. ابغى اجرب شغله، لو اكنسل البنادق من تمركان اقدر اجندهم؟ لا فتروح النقاط صح؟ اتوقع انها تروح النقاط، يب يب تروح النقاط. طيب ناخذ النخبة، اتوقع النخبة افضل. المساير هذا الرينج 90 وهذا الرينج كم؟ 145. لا افضل دمجهم اقل بس رينجهم مرة عالي. بس انا كم باقي معي من المورد ذا؟ باقي اربعة. نبغى نختاره بعناية، نختار شيء يفيد جيشنا كذا يخلي لها الاولوية، عرفته بعناية. مورترات حلو، عندي اثنين مورترات، ناخذ لنا البنادق حلو. نجندهم الدورة الجاية، الهيروز هذول بينضمون. نبغى لنا الساحر،
وين الساحر اللي على الفرة ذا؟ في ساحر هنا أنا مخليه على الفرة. يب هذا راح نضم معه، يعني نحتاج ساحر معنا في الجيش. جيش خليط بشر ودورف. طيب جيشنا الجديد اللي بالرحمة ندخل الهيروز فيه. حلو حلو، نضم كلكم. حلو حلو. طيب معاه ثلاثة هيروز والرابع جاي بالطريق ساحر، لما معنا ساحر ناخذ لنا اثنين مورتر وبنادق واسبرينج تشامبيون. طيب عطني حبيبي اثنين تشوزن جريت ووبن وثلاثة تشوزن عاديين. طيب بس خلنا نشوف الدخل كيف. عجلة الدخل. جيش الحالة كذا قوي، جيشي كذا الحالة ترى مرة قوي، بس ابغى ازود برضه، ابغى ازود. اربع صف بيكون حلو، اربع صف مرة، اربع صف وبس. طيب خلنا نشوف نضبط له بتنكريت كذا ايتمات تيلزمان ودرع. طيب هذه وش تسوي؟ اوبن سترينجث جليمنج ابيليتي ليدرشيب. حلو بس هذه هي، هذا اللي عندي فقط لا غير. ما في ايتمات شيء منه. ايوه في درع. اوه حلو، درع ذا افضل. هات في ابيليتي و فاير بول، هاتها ادمج الدرعين ذول ممكن يطلع لنا شيء حلو. فيوز، اوه هذا اللي تخليهم شو اسمه انبريكبل، تخلي الوحده انبريكبل. بس الفاير بول احلى، انا اشوف الفاير بول احلى بشكل كبير. اوكي جاء وبن، عطنا الوبن ممتاز. طيب تقريبا جيشه شبه كويس حاليا، خلي يسوي ريبلانش. بس ناقصنا فرقتين فقط، فرقتين ممكن اجيب وحوش، فرق وحوش ممكن، ممكن مو اكيد ممكن. طيب كوغاث تقريبا جمرك على المنطقة ذي. الساحر راح نضم، لا خلاص فرقة واحدة بس احتاج، ممكن فرقة بنادق مستقبلا اجيبها، لان هنا في فرقة بنادق واحدة بس، نجيب له فرقة بنادق ثانية. الحين معانا حتى ساحر، ساحر ايش؟ الساحر ذا خلنا نشوف ساحر ايش يا بابا انت، ساحر ايش؟ ساحر نيرجل ممتاز، اي سحر نيرجل مرة ممتاز. جيش جديد كل من نوعه. تمر كان يطول المدينة ذي، اجل خلنا ناخذها على كوغاث. ذهب فيها يا حبيبي، جيب الذهب. حلو حلو، كل ما زادت المعارك يزيد عندنا الدومينس. طيب ابي دوموس خله يهيل، بعدين نرسله في مكان يسوي ريدنج ولا يستهبل ولا يسوي اي شيء في الحياة، او نرسله يساعد البشر اللي هنا. طيب جاء وقت القائد الجديد يتحرك. توكل على الله. هنا في مدينة الكريمكور، نقدر نطول المدينة ذي ولا لا؟ ما نقدر نطولها لكن نوقف جنبها، ليش لا؟ طيب من هو اللي يبغاني احارب الالف؟ في واحد يبغاني احارب الف. هذول اندت، هذا ليزرد، هذا يبغاني الفيمير. في جنبنا امريك، امريك يعني نحاربه، نمشي الف لين حرب كذا بس مزعجة. ولا نركز هنا على ال... ايوه من هذا؟ اوه يا حليلة نستفتح عليه عيال، معركة وجيشه ليجندري لورد. نشيل بقائدنا، قائدنا الجديد الكلي من نوعه، الشامبيون حمد شامبيون. هذا بسميه اسمي، سميه حمد، ما ادري ليش انا مرة خاق عليه. حمد نيرجل شامبيون، نيرجل شامبيون. الله حلو حلو. درجة نتفاهم معها. طيب ايه بدموس خلنا نرسله هنا جهة البشر برضو، نبغى نميل جيوشنا كلها جهة كثاية احسن. وفي نفس الوقت خلنا نشوف لنا كذا بليك حلو، هذا فيه طفرة ينشر البليك. حلو اتريشن ممتاز، وابكيب ممتاز. طيب نحدد على القائد هذا، نقول انفكت ولا لا، ولا نسوي افكت احسن.
انفكت خلنا نرفعه، مره معنا كثير من هذه يسمونها الانفكشن. فنسوي ذي ولا اروح احطها في هنا المنطقه ذي؟ لا انفكت خلاص، اصبق امه ببليغ وان شاء الله ينتشر واحنا جايين نهجم على البشر. الويل لكم يا كثاي، الويل لكم ايها الصينيون. حمد قادم اليكم، حمد نيرجل تشامبيون. دخل ذا على انقلع، ماني مساعدك. ليتني ساعدت، تصدقون معركة اخذ دومينانس. كاس دورف كثير يبغون يحالفوني واني اقدر احالفهم الحين بالراحة، بس خلنا نشوف الدنيا كيف تمشي مع محالفتهم. يعني شيء جيد لانهم حرفيا محوطيني هم. طيب البلاك حقي ما انتشر، لكن هذا واقف جنب المدينة، فخلنا نروح ناخذ مدينة كرمكور اول شيء، ندعس على خشمه بعدين نلف على البشري. اقول لك هات المدينة وبنسترينث القائد وليدرشيب نعطيها الساحر وجيب المدينة. المشكلة ريز، هذا ينبسط على الريز، شكلي ببدأ اسوي ريز واجد. ريز يلا المدمر. وين رحت انت؟ حلو جريمجور انتهى، خلاص باقي لي قائد واحد بس وننهي الكامبين. هنا سهلة، 3 شيفت ديفوتد وناخذ نولان. نولان المشكلة في آخر الدنيا عشان نسوي اللون كامبين في آخر الدنيا. ذا تشينجلينج يا حليلك، وش جابك هنا؟ مو تشينجلينج بريتش. صدق ماني بفاضي لغثاك، فاقلب وجهك. اقلب وجهك تامركان، نبغاك تنزل على البشر من هنا من الجنوب. حلو. يا عيال قلت صح، قلت جابوه هنا. ايوه وش ذا؟ وار لورد كونسيكونسز وار لورد ام شيفتن ابيليتي يونت ار ان افيلبل. من هو ايزار؟ ايزار فين انت يا ايزار؟ ايزار ايزار ايزار. هذا الابيليتي حقته مين فعله؟ بطقك. طيب هذا حلو شيفتن، عشان جندنا كثير من وحداته تصدقون، عشان قصدي اشترينا، يعني هو كل ما نشتري كل ما ينبسط. هذا باقي مطول مطول، هذا تصدقون سهل، بس نحتاج نلعب معارك كثيرة ورا بعض ونجند وامورنا زينة. طيب ابيدموس هذا هو وصل، وصل البطل وصل. خله يسوي ريدنج، وظيفته يسوي ريدنج بس. انت ادخل في كامب، خليك في محلك في كامب، في الكامب حقك. حلو حلو. تمركان شو وضعك يا تمركان؟ نبدا نحارب؟ لان ما ودعنا عليهم حرب من الان، عرفته؟ ادخل عليه هذا، اقدر عليه ولا لا؟ يعني وسط، نخليه هو يدخل علينا بالطقاق ونمسح اول شيء الصيني هذا سهل. خل تمركان يبدا، بس خلنا نتاكد من شغله. ديفيتنج وريزك. طيب خلنا نجرب نسوي كويك سيف على السريع بس، نهجم على المدينه هذه. محالف ذول. طيب هو يحارب من افضل طريقه ان ندخل عليهم حرب، انه نشوف هو يحارب من يحارب ذا. نروح نكلمه نقول له بدخل معك في حرب ضد الشيخ ذا وعطنا فلوس، وبرضه نتحالف، نقدر نتحالف معه. طيب نعطي فلوس، دخلنا معه في حرب بدون ما ندخل حرب مع حلفائه، يعني هذه ثغره موجوده في اللعبه. وندخل نروح نبدا نسوي ريز للمدن، خلنا نشوف الريز ينحسب ولا لا. اول شيء جلدنا المدينه، كم صار؟ ونسوي ريز، المفروض يصير ثلاثة هنا. حلو صار ثلاثة، ممتاز. ما يحتاج انها في قائد معين، أي قائد يقدر يرفع هذه، مو لازم هو يكون مع القائد. ممتاز ممتاز. طيب دام الوضع كذا، أنت يا ذيبان
راح اتفاهم مع ذا. اتوقع انه يمديك بالراحة. بالراحة يمديك شيله، بس اوكي جيشي بيتدمج، ولكن اننا لعبنا معركة ضد بشري وافتكينا منه، وارمر للارمي ممتاز. وندخل في انكامب، احنا كذا كذا فينا بلاك. ايبيديموس راح يبدا من الشمال يشيل هذه المدينة ويزحف تحت. قائد راح ينزل من الجنوب من هنا. ونقضي عليه ناكله اكل بسرعة. والله 13 مدينة، وين المدن الباقية؟ اوه زاحف هنا داخل جوا. بالطقاق يا رجال. لا لا اجل الامور سهلات سهلات جدا سهلات. بس المشكلة العيال اللي متعبني شوي المانجمنت حق المهارات وذي. شوي شوي متعبني شوي. اني اقعد الفل وذا. طيب حلوين حلوين. ايبيديموس انطلق على المدينة. هذا كم؟ 4. المفروض الان يصير 6. حاربنا هذه نقطة، وريز نقطة ثانية. كم صار؟ 6. ممتاز ممتاز. طيب القائد حقنا هذا المشكلة انه مدمج، ف يبغى له شوي وقت يهيل. تحرك تحرك. تمر كان تجيب لنا 7 و8. ما يطول ما يطول ما يطول. ما في مشكلة ما في مشكلة. خيم وقرب قرب يا ذيبان. هذا خلاص باقي له شوي ويلفل. هذا برضه باقي له شوي يلفل، بس المشكلة باللي بعده. فهذا السهل مرة سهل اني الفله. مرة سهل البشري. الحلو بعد كل كم دورة تجيني ايفنتات، فالايفنتات ذي تعرفون اللي تختار قائد ترفع معاه العلاقة، فجالس احاول اوزنها. فزي الحين جتني 3 نقاط للبشري ذا، فنهجم اول شيء على هذا. حلو بينحاش. طيب حلو نرجع نهجم عليه هنا الحالة، بس بدون المدينة. نحسب كذا نقطة. حلو نقطة. ثم نهجم على المدينة او نحاصر المدينة، ولا نهجم على المدينة احسن. نهجم على المدينة نسوي لها ريز نقطتين. حلو يب نقطتين. هذا بعدين نهجم عليه. طيب عندنا هذا الشيخ حمد، اهجم على الكرفان. حلو هذه نقطة. ممتاز ممتاز والله شغالين سريع سريع. ممتاز ممتاز. طيب ثم المدينة ذي وش دمرها؟ هل هذه انا اللي مدمرها؟ يب يب هذا انا مدمرها يب. طيب روح مخيم وامشي حمد شوي منه. طيب ايبيديموس مخيم وبرضه لف شوي هنا يمين. ماشي المعالجة شوي ابو كلبية. مالها الا تمركان، مالها الا رجالها والله العظيم، مالها الا رجالها. الحين فيز اللي ابني وذا صاير البنى والمانجمنت ذا اكثر من اللعب نفسه. انا تقريبا زي ما تقولون حافظ الدنيا، ف خلاص جالس اوزع النقاط سريع سريع. هذا جروث بيستمن. حلو مره واحده ودي اتعلم له. تصدقون ما بقى الكثير، بقى شوي، بقى القليل 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 جدا جدا القليل. طيب تمر كان نرسله جنوب هنا. اوه مدمج والله تمر كان. والله جيشه مدمج. اي بنخسر فرقة. طيب لو نعطيهم هذا. صراحة الفرقة ذي ما ابي اخسرها صراحة. عطنا محطة متحاط ندمجهم شوي. ويبغالنا نجند التمر كان. يبغالنا نجند لها شوي لانه مرة ضعيف. هذول الهبل جالسين. امش انت وياه امش. خلاص انت فك الكامب اللي انت فيه. خلاص انطلق انطلق. اطلق العنان لنفسك. وين نرسله؟ خلينا نرسله يمين هنا. وايبيديموس نبغى نرسله يقعد ينهب في المدينه ذي. لا ما يحتاج انهم. خلاص احرب حارب واحرق المعركه ذي يعني بدون معارك. بدون معارك ليك عندي مرة كثير. فوين الطفرة؟
الطفرة وين هي؟ بسم الله ما في طفرة معقولة؟ والله ما في طفرة. وانا موجودة ماني بشايفة، ماني بشايف فقاقيع. طيب كربشن هنا ريبلانش والابكيب نختار على تمركان، بنقول ان شاء الله هذاك ينعدي من حمد، نقول انفكت تمركان حلو، نقول ان شاء الله نبي ديموس ينعدي من الجنرال هذا حقي، تجيه عدوه ان شاء الله ان شاء الله، نقول ان شاء الله. طيب وننهي الدوره، جالس تشحتني ادخل ضد امريك يا محا، ماني فاضي لك لا انت ولا امريك صراحة. احس حرام حرام ما اروح اخذ نولن، اخلص الكامبين دون ما اخذ نولن. خلاص اذا خلصت هذه لفلت الثالث بس اروح واخذ العاصمة نولن، ازحف لها بدون محارب بس امشي انقز انقز اركض 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 لين اوصل نولن، اذا وصلت نولن اخذها وخلاص بيكون شيء مرة حلو. حرفيا نسوي اللوم كامبين حق تمركان. شايفين هنا هذه ثلاث نقاط بترفع لهذا بوم. واردورز من هو اللي انجلد؟ خرقان خرقان بالطقاق انقلع هنا ارمي. ايوه شفت تجاه بليك كويس. كالت وين الكالت انتشر؟ افا يا خرقان افا يا خرقان. طيب عطنا انفكشن هذا حلو. خرقان اصيب ليه يا خرقان ليه؟ ها تقدر تاخذ المدينه بدون احد ما يصاب يب. وهب لها ريز ريز حلو حلو. بقي القليل يا عيال بقي القليل. اي جيش بيدخل على تمركان بياكل تبن جيش كان تمركان. ابي دموس انطلق على المدينه ذي يصير 9 10 يصير كذا 10 ريز 10 يب ممتاز ممتاز. حمد انطلق الى هنا يصير 12 12 وريز 12 خلاص باقي لنا ثلاثة بس ثلاثة ثلاث نقاط فقط لا غير. لو جيني ايفنت يا لبيه تزين الامور. طيب تمركان مرة متلكم ف ريبلانش ريبلانش ليه ما اقدر اجند عشان ماني براضية ها؟ ولا ما عندي وحدات هنا في ال... خلنا مثلا 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 النادي هذه الفرقة نقدر نسوي لها سمون؟ لا. طيب انا عندي فكرة نروح ناخذ المدينة ذي فيها بليج ونسوي ريبلانش ونجند. عطني التود دراجون عطني الاوجر في برضه شيء حلو. ما في جريت ان كلين 1؟ جريت ان كلين 1 منا ولا منا ما في؟ غريبة إلى الآن ما فتحت جريت ان كلين 1، مستحيل مستحيل ما فتحت جريت ان كلين 1، مستحيل مستحيل. عاطني ذا يلا البنفسجي وعاطني السول جرايندر يا الله. هاتهم نخبة ونروح بالنقاط برضه نجيب تود دراجون ثاني. في شيء كذا حلو مثلا جيبه معنا. ما في غير توت توت يا وحش توت جيب التوت ممتاز. نرجع جيش تمركان للعظمة. طيب انت يا طويل العمر والسلامة ازحف هنا جنوب يبقى طول المدينة وانا اقرب طريق منه خلاص. حلو حلو قلت جالس يمشي وياخذ الاراضي جالس احرقها. سوق امها سوق امها ايوه هذا حصرني السبك نقدر نجلده. اوه مشكله كذا مشكله طب على الرجال وهو على غفله. طيب تعال وقف وراه وقف وراه بالضبط تمركان يطلع له ان شاء الله انه يقدر يعزز. يقدر يعزز. تنحاش من مين يا بابا تنحاش من مين؟ طيب عطها سبيد وقف الحافة هنا تمركان اطلع له شق وجهه شق. والله بخسر كثير لا لا ما نبي نخسر خلينا نرجع لان تمركان برجع
بحارب فيه معركة، المعركة الأخيرة حقت خرقان خوينا. طيب الطول الجيش ذا تكفى لا تنحاش، تكفى لا تنحاش، تكفى 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 لا تخليني، تكفى تكفى قاتلني انحاش. بزر بزر، ما ودي احارب، قلت لا افتح جبهات كذا ما لها داعي. انسحب هنا، ممتاز ممتاز. طيب الدور الجاي، الدور الجاي التمر كان يتعافى، ونروح ندعس زاومينك. تعافى تعافى، هذول عند الاثنين ذول خلنا نشوف عندهم ابيلتي حلوه شيء. هذا توقف الجيوف، شو خلنا استخدمها. خلاص الجيش ذا واقف ما راح يتحرك، راح يصير له شت داون، ما راح يتحرك الدره الجايه. عشان نضمن معركه ثم معركه ثانيه وريز وخلاص كذا نقفل، نقفل على شو اسمه الهيرو حقنا وخلاص يلفل، اللي هو اصلا مصاب. لما فجأة كذا جاني بنت، اوه او ماي جاد، اخذ سكليف وراح الذيبان. شفتوه ثبت محله، ما راح ما حرك. زاومينك الويل لك، الويل لك. مين قال لك تطلع من مدينتك؟ مين قال لك تسوي فيها ساطي؟ مين قال لك؟ القم. قلت يا حليله بيحاربني صح؟ اي والله حاربني. خلينا ندري الفزعه. محزمي يا محزمي، محزمي يا محزمي، كوغاث فزعتك. هي الحين خلاص اصلا ما يحتاج حتى قاتل زاومينك ولا شيء. وجهه بديموسينا طق طق، وهذا طق طق وخلاص. كمل اتشيفمنت بلاينج از نيرجل، كولكت 5000 انفكشن. اوه عندي 5000 انفكشن يا حبيبي. طيب خلينا نشوف ريسيرش. ممتاز ممتاز. طيب حمد راح اتفاهم مع زاومينك. حاش وراه وراه وراه، ما يمشي ما يمشي ما يمشي. حلو هذا البلانش، ممتاز. طيب باقي نقطتين. هنا عند ابيديموس يهجم على مدينة البشر هذه حقت قلت. بس ريز اجل لم تزبط معنا، لازم باقينا نقطة واحدة، نقطة واحدة فقط، نقطة واحدة. تمر كان كيف نص متعافي مو مرة، ف الله يقويك. راح هنا حتى لو جيشك يمسح نصه طز. خلاص سوي ريز، تادا كملناها. الحين باقي لها المعركة، معركتك كيف شكلها؟ ليش ما اقدر ادخل معركة؟ You cannot currently teleport required characters currently in garrison or لازم يرجع خرقان، اتوقع لازم يرجع خرقان. لا اقدر اروح بدونه، يا بقدر اروح بدون. كايوس كايوس، اذا نبت كايوس، اذا لدع. وين مكان المعركة؟ هنا. طيب الدور الجاي، الدور الجاي، بس خلي تمر كان يفلل هلثة وينطلق جيش تمر كان. ابد يبيض الوجه. طيب اطلع تمر كان من المدينة، وجه على المعركة بدون الهيرو، الهيرو ماخذ سكليف هو وجهه، فوجه تليبورت. والله جيوشهم نخبة الصراحة. كايس وورير هنا مرادر عاديين، بس فينا ثلاثة كايس وورير. هنا في كايس وورير، في تشوزن، أربع وحدات تشوزن، كايس وورير، دراجون أوغر. والله قويين، ما أنتم قويين. تمر كان نازل لكم راس براس، انتهى الموضوع. أسلم. وش توقعون هدف المعركة؟ بيلونج تو كيرغان انيميز. اوكي. فوريفر ان ماي ديبت. اوكي اني يعني اخضعهم يخدموني. طيب. اتوقع نشيل التنين. بس هل ثقيل مو عالي. هنا مسوي يعني اني التفافة، يعني اني انا ذكي بلتف. ولا هذا؟ ما هلثهم ابو كلب. جيش يعني لا باس به الصدق. تودز هنا، انت رقم ثلاثة، رقم اربعة، الجريت انكلين ون رقم خمسة، انت رقم ستة. طيب والباقيين كلكم رقم سبعة، تعالوا كذا جنب بعض كتلة صغيرة. ابغى جيشي كذا كتلة صغيرة جدا، ما نبغاهم كتلة كبيرة. طيب خلنا نشوف هدف المعركة وش هو.
ما هو حاط هدف، بس نهزم الجيش اللي قدامنا وخلاص. ايوه تمركان ما سرفايف. طيب ونهزم القائد ديفيت كورغان نيمسيس. طيب يا كورغان نيمسيس انت ما عندي اي شيء رينج في الحياة. كلكم ادخلوا ملي، سرع المعركة. معي عربة تهيل والدنيا كلها فنانة. سهلة، نشيلهم لين ينزل قائد، نقعد ندمج لين ينزل قائدهم. شيل شيل شيل، يلا دمجوا الكل يقاتل. هم كل ما اشتبكوا وحداتي بتلف عليهم. بيجينا هنا حق الهيل برضه نهيل جنودنا. خلاص اخر معركة عرفتوا، ما ماني حارس على اي شيء، لا وحدات ولا غير كذا. الجيش هذا زبدته بتمركا. نمسك الخيال هذول الهبل يقدرون ينحاشون. اوكي جا جا قائدهم، جا قائدهم. خلينا نوقف بس، نقدر ندخل عليه؟ لا ما نقدر ندخل عليه. سرع انزل انزل، هو اللي بيدخل علينا. تفل يا قدر انزل. طيب نزل النزل الغلط، النزل اللي تذبحه. يلا كلكم هيل مشترك، كل الابيليتي تتفعل. والله يهينكم. وش في ابيليتي حلوه هنا؟ هذه للكل. اي للكل هنا حلو. الساحر هذا استدعي سيجور هنا، عنده ابيليتي. اوه اقدر استدعي سبعه اربعه سيجور، كفو والله. استدعي لي سيجور هنا برضه، ممتاز. كريت ان كلين 1 هذا سبريت ليتش على القائد، وهذه هيل تهيل اللي حوالينا، ممتاز. اضرب ضربة هنا بليك، ضربة سحر هنا واحدة كذا حلوة جميلة. ايوه وش ذي ضرب النار؟ هنا هنا كلكم هنا، شوفوا السيجور اللي رسبنه. طيب كذا ممتاز ممتاز. في شيء هنا على كاركتر. طيب وين القائد؟ موت موت موت، ما انت طالع، ما انت طالع من محلك، ما انت متحرك، القم. طيب في عندي ساحر هنا عنده ضربة معضالة هنا تنفع على المنطقة هذه، حلو. الساحر هذا كوز دمج، شيل لي ذا بسرعة. دمجهم دمجهم، ما يمشي. وين السيجورز؟ اهبدوا اهبدوا اهبدوا، قاعد انحاش. ادفل عليه بالله يا تمركان، ادفل عليه تفلة طويلة عريضة. يقدر يدفل ولا لا؟ نمسيس اوكي. انهزم، فينيش رايفل هورد. سهلات هيل. هذه ميزة الجيوش اللي زي الاندد، خاصة زي هيلمن اللي كذا قوتهم في البفات. يعني الحين انا شايفين الوحدات والقائد كل واحد عنده بفات كذا حوالينا، عرفتوا؟ فلما نجمعهم كلهم في دائرة واحدة يقاتلون، خلاص كل واحد يدعم الثاني وكل واحد يهيل الثاني. طيب هنا في تكدس جميل، عطهم شملولولولولو بالمنجل، عطهم شملولولولولولو شن شن شن، ممتاز. وين الشامان؟ استدعي سيجور في النص، حلو. في نصهم سيجور. انكسروا، انتصرنا. وبكذا خلصنا الكامبين. هي المشكلة المعركة سهلة. المفروض ان هذا ثاني قائد اطلعه، عرفتوا يا شباب؟ المفروض انه ثاني قائد اطلعه. لكن لعل وعسى اني طلعتها اخر واحد ورحت لعبت معركته اخر معركة. ف جي 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 جي. اوكي حلو الكامبين، حلو حلو. تمركان مرة قوي، مرة 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 قوي صدق. والأوبجيكتيف حقي كان غبي شوي، اني اروح اتفاهم مع الجريمجور والثاني شو اسمه كولاك. لو انهم خلوني على البشر كان افضل، خاصة النيرجل هو الشخص اللي في الان تايمز دخل على البشر.
اوكي تمر كان ما كان موجود في فترة الان تايمز، كان ميت، ذبحته الساحرة او القائد الجديد الحين للامبراطورية هي اللي ذبحتها. فتمر كان يعني كان من الاشخاص اللي من الكيوس اللي طلع بفكرة كذا رهيبة، قال ليش احنا دائما نهجم على الامبراطورية من فوق، ليش ما نهجم من تحت ونحتل نولان؟ ما كان يدري ان اليزابيث موجودة في نولان فهي اللي ذبحتها. فلو انهم حطوا له خيار انه يعني بدل ما يدمر لي الفاكشنز كذا، الاوبجكتيف الابو كلبيه، الكامبين الابو كلبي اللي دمر ذا دمر ذا دمر ذا، لا حطوا له شوي ستوري حلو انه يمشي على المسار هذا لين يوصل النولن. طيب كذا خلصنا الثلاثه، شورت فيكتوري اتشيف. ما في كاتسين؟ افا ليه ما في كاتسين؟ واي خلاص كومبليت 3 شيفت ان ديفوتد باتل. طيب خلصت الثلاثه ديفوتد باتل ولا ثلاثه ثانيين غيرهم؟ شيفت ان ديفوتد باتل كومبليت 3 شيفت ان ديفوتد باتل، يعني سته لازم اخلصهم كلهم اتوقع يقصدون. يب السته خلصهم، نروح ناخذ نولان وكذا تخلص تقريبا التختيمه. او لا خلينا نجرب ننهي الدور نشوف ممكن يجي الكاتسين، لان ما جانا اتشيفمنت. خليني اتاكد جاني اتشيفمنت وانا ما ادري. لا ما جانا اتشيفمنت. غريبه لانه ما شال يعني الاتشيفمنت من الشورت كامبين. فتمر كان حلو حلو حلو، يبي له شوية ترهيم. واصلا دائما بالعادة كذا ترى كل القادة، شايفين القادة ترى كلهم حاليا نزلوا في الاضافة ذي كلهم قويين، كلهم مرة مو قويين، كلهم او بي اوفر باور، خاصة الدورف مع المنطاد حقه، المنطاد شيء جبار مرة. تمر كان يبغى له شوية تعديل الصراحة، الاوبجيكتيف حقه شوية مضروب. الهيروز يعني اللي عندي برضو انا ايش يوديني للهاي الف، او يحطون له خاصيه مثلا تريبورت. طيب لا كاتسين يعني ولا الاتشيفمنت جاء ولا what the fuck يعني ما علي، اهم شيء اني خلصت الكامبين. اوكي هذا كان الكامبين حق الاضافه، اتمنى ان السلسله عجبتكم، سلسله قصيره خفيفه لذيذه من اربع حلقات، وكويس اني انهيها الحين. ما ادري تبون شيء ثاني الورهامر ولا لا، لان حاليا افكر اني شوي اخفف من ورهامر، اركز على الالعاب الثانيه اللي حاطها في بالي، مثل نرجع لسلسله ماركوس، نسوي سلسله جديده المانر لورد، مشاهدات عليها مره حلوه وناس كثير يعني متحمسين من اللعبه، وانا متحمس على مع اللعبه، احس ما حللتها زين، سويت السلسله حقت النسخه الاوليه وما احس اني ما انبسطت فيها مره، وتعلمت اشياء كثيره فيها، فممكن اسوي سلسله جديده، سلسله ماركوس، وبرضه ممكن كروسيدر بلايت، سلسلة البلايت، لعبة بلايت اسمها بلايت اتوقع، اللي ارك على داينستي ميديفل داينستي على بانر لورد على كلش كذا، جامع الالعاب كلها. طيب غريبة ما جانا الاتشيفمنت بالطقاق. يعطيكم العافية على المتابعة، اتمنى السلسلة نالت على اعجابكم، لا تنسون دعم القناة ودعم السلسلة. كان معكم اخوكم محمد توب جيمر حمد القحطاني من قناة اريبيان ليجن، السلام عليكم.